هوت ده اللي احنا كنا بنقوله على الراوتر اي دي. فانا هنا بيزد على اللي قدامنا دوت، يعني انا دلوقتي عندي تاني بيقول راوتر اي دي 32 بيتس ايدنتفاي الراوتر راننج الاو اس بي اف وريبريزنتد بال 4 دوتد ديسيمال اوكتيتس دي. طيب هنا في التوبولوجي ديت مين اللي ليه ذا موست بريفيرد راوتر اي دي؟ نمبر سي نمبر سي، لانه ليه الهايست راوتر. فيبقى دوت لو انا بسلكت ديزيجنيتد راوتر يعني في الاو اس بي اف هيبقى دوت الديزيجنيتد راوتر ودوت هيبقى الباك اب ديزيجنيتد راوتر. هل انا دايما ايا كان النتورك بتاعتي محتاج موضوع الديزيجنيتد راوتر والباك اب ديزيجنيتد راوتر؟ لا مش شرط، ده يعتمد على حسب نوع النتورك. طيب ايه النتورك تايبس اساسا؟ ايه النتورك تايبس اللي سبورتد باي الاو اس بي اف؟ اول نوع من انواع السبورتد نتوركس البرودكاست نتورك، وير ان فور اكزامبل يعني عندي ايثرنت كونكشنز بتفورم النتورك اوف الراوترز دو. انا ما عنديش بوينت تو بوينت لينك بتوين ايتش راوتر اند ذا اذر، لا انا عندي شيرد لينكس بتوين كل راوتر من دولت and the others. طيب هنا في الحالة ديت أنا عندي أقدر أعتبر إن الشيرد نتورك ديت أو البرودكاست نتورك ديت بت constitute كام point to point connection؟ هو دلوقتي أي راوتر من دولات يقدر يريتش the other three routers صح؟ فأنا in general أقدر أقول إن أنا عندي هنا 6 connections مش كده؟ تاني اللوجيكال فيو اللي احنا شايفينه دوت ممكن ما يكونش هو ممكن يكون كونكتد فيا اباس، ممكن يكونوا كونكتد فيا اسويتش صح؟ ده راوتر A راوتر B C and D برضه ستيل دولت within the same broadcast domain صح؟ احنا اتفقنا انه السويتش كل الانترفيسز بتوعه are within the same broadcast domain، بمعنى ان اي حاجه اي برودكاست مسج راوتر A هيبعتها ويل ريتش راوتر B راوتر C راوتر D. ستيل لو راوتر A عايز يكلم راوتر B بيرسونالي هيبقى فيه يونيكاست لينك مش كده، او يعني ايكويفالنتلي ا بوينت تو بوينت لينك. فانا عندي كام بوسيبل كونكشن موجودين؟ عندي من A ل B وال C وال D ومن B ل C وال D، من B ل A حسبناها مره يعني، وبعد كده من C ل D تمام، اللي هي كان بي كاونتد يعني وذ ذا جنرال فورمولا. ان لو انا عندي ان نودز في كام بوينت تو بوينت لينك كان بي فورم بتوين الان نودز دولت؟ حد عارف؟ ان سي 2 صح؟ انا من الان نودز دولت هختار 2 ات ا تايم تمام، اللي هي ان في ان ماينس 1 على 2 تمام. طيب ما هو النمبر اوف كونكت البوينت بوينت كونكشنز دوت كبير قوي، ان انا يبقى انا راوتر A عايز يسال D على الداتا بيس بتاعته ويسال B عن الداتا بيس بتاعته ويسال C عن الداتا بيس بتاعته، وبعدين B يسال D عن الداتا بيس بتاعته ويسال C عن الداتا بيس بتاعته، عشان الانيشال فيز اللي احنا بنحاول ان اكستشينج الداتا بيسز عشان نبتدي نتشوز الشورتست باث لايتش ديستنيشن. فانا عايز اشير الداتابيزز ديت، وفي نفس الوقت لما يحصل اي توبولوجي تشينج طب هل انا هقعد ابلغ كله؟ لا، عشان كده دوت هنا في حاله البرودكاست نتورك هي ديت التايب اوف نتوركس اللي بنحتاج فيها الديزيجنيتد راوتر. طيب لما انا احتاج الديزيجنيتد راوتر دوت ليتس سي هنا في الاكزامبل دوت هيبقى مين الديزيجنيتد راوتر؟ اللي ليه الهايست راوتر اي دي. طيب الديزيجنيتد راوتر دوت بنقول هو ده اللي هيفورم ادجيسنسي مع كل النودز، فيبقى في ادجيسنسي مع راوتر A ومع راوتر B ومع راوتر C. يعني ايه ادجيسنسي؟ ديت الستيت اللي فيها انا راوتر D هو اللي بيبلغ، هو اللي عنده المعلومات كلها، فهو اللي بيبلغ بيابديت راوتر A بالداتابيز وبيابديت راوتر B بالداتابيز وبيابديت راوتر C بالداتابيز. فانا خلاص فانا مش محتاج اعمل داتابيز اكستشينج ما بين
راوتر A وراوتر B ولا راوتر B وراوتر C. They can communicate يعني they form what we call neighborhood. فدولت يبقوا neighbors. راوتر A وراوتر B يبقوا neighbors عشان دولت مش designated routers. لكن راوتر ال designated router لو هنا راوتر D وأي راوتر تاني بنقول عليهم إن هم adjacent routers. تمام؟ فتاني هم دولت two different forms of adjacency أو two different forms of neighborhood، بس هي الاختلاف في المسمى، وده برضو من الحاجات اللي بيسأل فيها يعني أو بيتريك فيها. هل أنا ينفع التو راوترز دولت يبقوا في النيبر ستيت؟ آه ينفع، لأن هم دولت non designated routers، أو بقى عشان الترمينولوجي يبقى برضو matching they are others non designated routers أو designated router others. طيب هل الراوتر A وراوتر D بيفورم نيبرهود؟ لا، دول بيفورم adjacency لان هما واحد منهم is a designated router. طيب لو كمان عندي لو زي ما اتفقنا بن كمان elect a router as a backup designated router، فهيبقى the second highest router ID. ففي الحالة دي دوت router C، فيبقى دوت backup designated router. فبرضو كل الراوترز بتفورم adjacency مع الباكاب designated router، لأن الباكاب designated router عايز يبقى عنده نفس المعلومات بالظبط زي designated router. تمام؟ فأنا لازم يبقى فيه exchange للdatabases، لللينك state databases من كل ال DR others للباك اب ديزيجنيتد راوتر. تمام؟ طيب برضو هنقول دوت بالتفصيل، بس يعني خلينا نرجع تاني للجزئيه ات هاند. يعني ان اول تايب ان انا يبقى عندي برودكاست نتورك، ممكن كمان يبقى عندي بوينت تو بوينت نتورك. طب دكتور، هو راوتر سي وراوتر بي هيكونوا adjacent ولا neighbor؟ لا هيبقوا adjacent عشان هو بقى بي تي ار. ما بالظبط، ما عشان ما دام فيهم واحد ديزيجنيتد راوتر خلاص، فهو الديزيجنيتد راوتر بيفورم ادجيسنسي مع كل ال ذي اذر راوترز. تمام، يعني حتى لو هو باك اب برضه هيكون بالظبط. ما هو تاني، ما هو بما انه باك اب هو عايز يفورم سوري عايز يبقى دايما عنده ال الداتابيز اللي موجوده عند الديزيجنيتد راوتر. تمام؟ طيب ماشي، بس تاني however يعني عشان ما تتلخبطوش، احنا ال adjacency وال neighbor states احنا بنتكلم على mainly انا عندي node يا designated router يا backup designated router where the other node is non-designated router. فتاني ال non-designated routers او ال DR others مع بعض neighbors، دي ار اذر مع الديزيجنيتد راوتر او الباك اب ديزيجنيتد راوتر زي ار adjacent. اوريدي كل بما ان يعني لا خلينا نكلير ده كده اهوت، بما ان هنا راوتر بي از adjacent مع البي دي ار وadjacent مع الدي ار، فهو اوريدي كده كده في هنا في اكستشينج لللينك ستيت داتابيز وهنا في اكستشينج لللينك ستيت داتابيز. فانا خلاص مش محتاج اكستشينج للداتابيز الناحيه دي. تمام؟ ايوه تمام. ماشي؟ يعني هو اوريدي يعني البي دي ار بيعامل بالظبط معامله الدي ار ديورينج اللينك ستيت داتابيز فورميشن، فهو adjacent مع كل النودز زي ما الدي ار adjacent مع كل النودز. الفرق الوحيد انه مين اللي هي announce بقى الداتابيز، مين اللي لما يحس ان في داتابيز هيبتدي يبعت داتابيز ديسكريبشن ويقول يا جماعه انا عندي الداتابيز فيها كذا كذا كذا، لو حد عنده حاجه متغيره او لو حد عنده معلومه ناقصه يقول لي وانا ابعتها له. الديزيجنيتد راوتر وكان هو ده الروت بتاعي. طب لو حصل فيلير هنا هو خلاص يبتدي الباك اب ديزيجنيتد راوتر هو اللي يعمل الشغلانه ديت، هو اللي يبتدي
يبعت الادفرتايزمنتس ويقول يا جماعه انا عندي الداتابيز الفلانيه. تمام. كمان تمام. ايه تاني كنت هقول؟ تاهت مني. كمان during ال discovery phase، ما هو برضو ال non designated routers او ال DR others، في وهم بي discover ال neighbors عايزين يعرفوا طب هو انا ال neighbor دوت اللي انا بديسكفر هو DR designated router ولا backup DR ولا DR other. طيب لما يبتدي ابعت الهلو مسجز، ما انا ببعت الهلو مسج بقول انا فلان الفلاني وبالنسبه لي انا عارف ان فلان هو الديزيجنيتد راوتر وعارف ان فلان هو الباك اب ديزيجنيتد راوتر والنيبرز بتوعي كذا. تمام. فبرضه ديت مسجز هلو مسجز اكستشينج في الاول خالص بيفور انه يبقى في نود الكتد از الديزيجنيتد راوتر، هي ديت اللي بيزد عليها الديزيجنيتد راوتر بيبقى تشوز. تمام. واضح كده هوت الجزئيه دي. طيب تمام يا دكتور. ماشي، فعندي البرودكاست تايب، عندي كمان البوينت تو بوينت تايب، زي ان انا يكون عندي هنا سيريال كونكشن وبدل بقى ايثرنت بروتوكول انا عندي بوينت تو بوينت بروتوكول مثلا ولا الهاي ليفل داتا لينك بروتوكول. هاي ليفل داتا لينك كنترول بروتوكول، فدوت يبقى انا عندي بوينت تو بوينت كونكشن. طيب في حاله البوينت بوينت كونكشن ديت دي مش شيرد خلاص، فانا اوريدي مش محتاج حاجه اسمها ديزيجنيتد راوتر لان هو اوريدي كده كده انا على الانترفيس دوت اي حاجه انا هبعتها على الانترفيس دوت هتوصل للراوتر دوت. تمام. انا هي الفكره تاني في التشويس اوف الديزيجنيتد راوتر والباك اب ديزيجنيتد راوتر، ان انا لما اجي ابعت مسجز انا هبعت على حسب بقى طبيعه المسج ديت، انا عايز ادرس كل الراوترز ولا عايز ادرس الديزيجنيتد راوترز بس، حتى نشوف ساعتها هيبقى عندي مالتي كاست ادرس، مالتي كاست اي بي ادرس يعني تو ايدنتيفاي الديزيجنيتد راوترز عن النون ديزيجنيتد راوترز. لكن في حاله البوينت تو بوينت خلاص انا ما عنديش مالتيبل نودز connected to each interface، فانا خلاص مش محتاج النوشن بتاع الديزيجنيتد راوتر. تمام. كده كده خلاص الاكستشينج اوف الهلو مسجز كافي عندي ان انا اكستشينج الداتا ليست. طيب والحته ديت بيسال فيها ساعات يعني هل انا في نتورك زي ديت محتاج ديزيجنيتد راوتر او محتاج باك اب ديزيجنيتد راوتر؟ لا اكشولي مش محتاج. في عندي تو اذر نتورك تايبس برضو دولت كان ران الاو اس بي اف والاذر تايبس دولت اللي هم مينلي بيزد على حاجه اسمها الفيرتشوال سيركت. احنا عارفين في من انواع السويتشنج يعني عندي حاجه اسمها سيركت سويتشنج وحاجه اسمها باكيت سويتشنج. سيركت سويتشنج اللي هو بيزد مينلي على ان انا عندي ديديكيتد لينك وديديكيتد انفراستراكشر ولازم يحصل كونكشن سيت اب قبل ما يبتدي الاكستشينج اوف انفورميشن، وونس الكونكشن سيت اب تم بقت الريسورسز ريزيرفد والكوميونيكيشن كله هيتم فيا السيركت ديت او فيا المسار دوت. في الباكت سويتشنج لا، انا زي مثلا اللي في الاي بي انا كل باكت كان بي راوتد اندبندنتلي اكوردنج تو الستاتس بتاعت النتورك during the transmission، وبالتالي انا مش محتاج سيت اب في الاول، مش محتاج ريزيرف ريسورسز، وعشان كده ممكن شويه باكيتس توصل اوت اوف اوردر، ممكن شويه باكيتس تبقى لوست لان انا ما عنديش جارانتي للسيرفس. الفيرتشوال سيركت سويتشنج بي بروفايد يعني الادفانتج اوف بوث، انا برضو عندي يعني باكيت بيزد نتورك بس بيفور الترانسفير بروسيس يعني بعمل ريزرفيشن لبعض الفيرتشوال ريسورسز عشان كده بنسميها فيرتشوال سيركت، وكان ان انا بضمن ان في الفلو اوف الباكيتس اللي بتفولو ا سيرتن
فلو اللي بتفولو a certain communication between source و destination هيفولو نفس المسار. فأنا ما عنديش بقى فكرة إنه يوصلوا out of order، ما عنديش فكرة إنه يبقى بعض الباكتس أو بعض السيلز توصل من سكة وبعض السيلز توصل من سكة تانية. فدوت زي اللي مستخدم في تكنولوجي زي الـ ATM أو الفريم ريلي. طيب فأنا two types of networks ممكن أعتبرهم أو يعني ممكن أبص عليهم في حالة الـ virtual circuit. تعالوا ديت الأول الـ point to multi point، هو كأن أنا عندي هنا بقى فريم ريلي أو ATM switch وبي implement الـ virtual circuit switching technique. فأنا عندي this network وكأنها بقت point to multi point network. طيب in this case أنا ممكن أعامل النتورك ديت على إنها مجموعة من ال point to point networks، وبالتالي برضو يعني ما عنديش النوشن بتاع ال designated router زيها بالضبط زي ال point to point network. On the other hand ال non broadcast multi access network type اللي فيها اللينكس بتاعتي ديت هي عبارة عن ايثرنت لينكس، ستيل انا الـ ATM switch دوت مش بيعمل برودكاستنج او الفريم ريلي سويتش مش هيعمل برودكاستنج، عشان كده انا مسميها نون برودكاست لينك، بس ستيل عندي مالتيبل اكسس، ممكن يبقى عندي اكسس تو ذيس لينك او اكسس تو ذيس لينك. ماشي، فان ذيس كيس دوت بيعامل او التوبولوجي ديت او النتورك تايب دوت يعامل معامله البرودكاست نتورك، بس الـ OSPF packets will be sent in ionicast fashion. فأنا في البرودكاست هنا وات أنا الـ hello messages are broadcasted، والـ link state advertisements والـ database exchange are broadcast messages، لكن في الـ non-broadcast لأن أنا multiple access لان انا اوريدي هنا ما عنديش برودكاست، فال او اس بي اف باكيتس ار سنت از يونيكاست، بس ستيل عندي دي ار، تمام، عندي ديزيجنيتد راوتر. وبرده هنا يعني هو دوت المكان اللي يعني بيقول لنا ايه النتوركس اللي انا ممكن سوري ايه النتورك تايبس اللي بتحتاج الديزيجنيتد ان يبقى فيه اساينينج الديزيجنيتد راوتر. فيبقى انا عندي يا اما البرودكاست نتورك يا اما النون برودكاست مالتيبل اكسس نتورك. برضو بيجي سؤال في الحته ديت ايه النتورك تايبس ذات سبورت او اس بي اف، ويديني الفور تشويسز برودكاست بوينت تو بوينت نون برودكاست مالتيبل اكسس وبوينت تو مالتي بوينت. فساعتها يبقى ايه الاختيار؟ وده مالتيبل تشويس او مالتيبل انسر كويستشن، يعني هيبقى النون برودكاست والبوينت تو مالتي بوينت اخر اثنين. بس هو طب ليه ودول ليه؟ احنا اوريدي ما دولت برضه بيسبورت الاو اس بي اف كلهم. ايوه صح، هو المفروض كلهم مش كده؟ على اساس ان هو هنا قايل لنا انه ديت ال types او ال four types بتوع ال that are supported by، بس actually هو الإجابة اللي بيبقى طالبها في السؤال دوت إن أنا أختار كله ما عدا ال point to multi point. إيه ال point of view بتاعته؟ إنه ال point to multi point is a special case لل point to point. تاني هو هنا بيقول لي لو قال لي which of the following network types does ال OSPF support، واداني الاربعة زي ما احنا قلنا. فاحنا الطبيعي ان احنا نختار الاربعة، بس هو الاجابة الصحيحة ان انا ما اختارش ال point to multi point. تاني الراشونال ان ال point to multi point ما هو الا كيس من ال point to point. هل ال point to multi point is not a correct choice؟ يعني it is a correct choice، بس بما انه included في ال point to point ما بيعتبروش as a correct choice يعني، تمام؟
انا شخصيا ما كنتش مقتنع بالارجومنت ديت، بس السؤال دوت جاي لي انا في الامتحان، وانا انا عاندت واخترت الاربعه، بس طلع الاجابه غلط يعني. ماشي، فانا عشان كده بقول لكم على يعني السؤال دوت بالذات، لا خلاص يعني although انه يعني it doesn't make يعني sense قوي يعني، بس تاني هي نفس الكرايتيريا او نفس المبدأ اللي انا قلت لكم عليه قبل كده، انه لو في اجابه included في اجابه تانية خلاص يبقى I shouldn't choose it يعني. تمام؟ طيب. هو في البوينت تو بوينت بيختار راوتر دي ار برضو. لا في البوينت تو بوينت مفيش دي ار، بس تمام، انا كنت الرن هقول اس بي اف يعني، يعني لو انت بتسالي بصفه عامه فلا، الدي ار لو انا بس عندي برودكاست نتورك. تمام. البرودكاست نتورك ديت انت ايه رايك في النتورك اللي فوق، اللي فوق ديت هي دي بوينت تو بوينت ولا برودكاست؟ هي كده من شكلها برودكاست، بس ممكن يكون متوصل بيها يعني حاجات تانية. آه لا لو هي كده بس لو هي كده بس بوينت تو بوينت، شايفاها بوينت تو بوينت. اه هي بوينت تو بوينت، بس بما ان الفيزيكال تمام. ميديا هي ايثرنت، فالايثرنت او الايثرنت كفيزيكال ميديا وكانترفيس دولت بيعاملوا معاملة البرودكاست. فلو انا عندي التوبولوجي بالمنظر دوت هيعملها معاملة البرودكاست، وهي هيسلكت دي ار، هيدور على ديزيجنيتد راوتر. عشان ده ما يحصلش اجي انا على الانترفيسز ديت وباي كونفيجريشن اقول له خلي الانترفيسز ديت بوينت تو بوينت، هو اه ده ايثرنت وكل حاجه بس خليها بوينت تو بوينت، فخلاص فساعتها يعامل اللينك ديت على انها بوينت تو بوينت، وساعتها يبقى مش محتاج الدي ار. تمام، طيب يبقى الديفولت انه ما دام ايثرنت يبقى ده برودكاست، يبقى انا محتاج اسلكت دي ار. لكن لو انا باي كونفيجريشن غيرتها وخليتها قلت له الانترفيس ده وتخليه بوينت تو بوينت، هوريها لكم دلوقتي ازاي يعني، خلاص بيعتبر ان دي بوينت تو بوينت، ان ويتش كيس انا مش محتاج الدي ار. لكن في حاله النون برودكاست مالتيبل اكسس زيها زي البرودكاست محتاج ديزيجنيتد راوتر.